لقد أكدنا غير ما مرة ولا نزال، كما يؤكد كثير غيرنا، أن مشكلة المغرب تكمن أساسا في نظامه السياسي، وأن الأزمات الخانقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أرهقت البلاد والعباد ما هي إلا إفراز طبيعي ومنطقي جدا لنظام سياسي عتيق أضاف إلى استفراد بالسلطة والثروة تقريب المداحين والمتملقين وإقصاء أحرار المدلسين. نظام عاجز عن معالجة الأزمات التي يتخبط فيها البلد، فأحرى أن يقوده إلى نهضة حقيقية، بل إنه يعتبر كما يتحدث كثير اليوم العائق الرئيس لأي مشروع تنموي حقيقي. لذلك سواء ذهبت هذه الحكومة، الحكومة الحالية، وجاءت أخرى مكانها أم بقيت، وسواء اشتغل فيها النزهاء وأهل المروءة أم انضم إليها من لا خلاق لهم ولا أخلاق، فإنه محكوم عليها منطقيا وعمليا بالفشل، وسيستمر تغور الفساد وتتواصل معاناة الناس إلا أن يقوموا بالله ويتعاونوا جميعا ليؤسسوا لتحول سياسي حقيقي ومغرب جديد، مغرب الحرية والديمقراطية والعدل والكرامة.